تعرف على مصادر الخياطة الاحترافية والإبداعية التي ستجعلك تتميز في عملك. تمتع بالدقة والإبداع في عملك مع مصادر الخياطة المتوفرة لدينا. هذا في 5 سنتيم على الطول، بحال هذا غادي نديرو منه جوج باصات، المهم 5 سنتيم، وكنشدو السنتيم ديال الخياطة وكيبقى داك السنتيم ونص ولا عندي هنا جوج سراول، واحد كحل وواحد في المارو، هما ديال واحد نيت. هاد الحزام هذا كناخدو هاد الفيزلين هادي وكنقيسو من هنا حتى لهنا، وكنزيدو هنا واحد 20 سنتيم ولا 24 سنتيم، حيت هادي غادي تكون فيها لونغيطا. وهاد الجهة هادي كناخدو القياس ديالها وكنزيدو عليه غير واحد 2 سنتيم ولا 3. عاد باش كنجيبو السنطة الحزام، الحزام غادي نديروه هنا
هنا الحزام ديالي كناخد القياس اللي غادي يكون عندي في الحزام، غادي تكون عندي في الحزام هنا 51.5، 51.5 غادي تجيني هنا. كنركب واحد الباصة هنا على البلية الأولى، غادي نركب عليها وحدة هنايا، نجيب البلية غادي نجيبها في النص الباصة، وغادي تكون عندي باصة هي في الأخر حتى الأخر اللي غادي نركبها ديال اللور، وغادي نزيد هنا جوج بليات وتكون المسافة بيناتهم متقادة. هادي غتركب هنا، هادي هنا، هادي هنا، هاهما باينين. كنحيد هادي وهادو كنفيكسيهم. هادي نقصها، هنا هكا باش كيجيوني الباصات ديالي المسافة اللي بيناتهم متقادة، وحتى ملي نحط الاخرانية غتجي المسافة هي هاديك. دابا نفس العملية اللي درت انا غادي نديرها هنا الجهة الثانية. هادي لا سانتور، عندي هنا وحده طويله وحده قصيره. هاد القصيره هي اللي كنركب لها الجيه اللي فيها الجيب الخلف، وهادي راه هي الطريق ديال الخياطه. هنا كنخلي غير سنتيم د الخياطة، هادي هاد الباصات هادو ما كنخليهاش مطاندية، يعني كاع إلا بغيت نطانديها نطويها عاد نهز من هنايا باش تبقى واحد شوية منفسة، باش ملي الدور ما تزيرش الصمتة. نخلي واحد شوية هاد الطويلة هادي كنقدها من هنا، وداكشي اللي بقى كنخليه شايط لهاد الجهة باش ندير لونغيطا. كناخذ هنا القياس ديال لونغيطا
6 سنتيم 7 سنتيم. المهم ما توصلش لهذا، ما توصلش لهاد الباصا هادي باش منين تسد تسد لينا هنايا. كندوز خياطة هنا وكنخلي هادي شيطة بواحد 4 سنتيم هنايا. وهنا كنكراني الوسط ويكون مقاد مع هاد القنت هذا. كنطلق هادي، هادي غادي نلصق فيها واحد التوريته كنا كنديرو فيها الكروشي، دابا ما بقيناش كنديرو الكروشي، بديت كندير واحد التوريته حسن من الكروشي. دابا نسالي الباصات وغادي نرجع ليها. كنعبر الحزام ديالي، كنعبر من السلسله، واخا هنا عندي هاد السنتيم ونص ما كنعبرش عليه، كنعبر من السلسله. مثلا عندي 50.5، 50.5 ندير لها 51 كاع، كنعلم بحال هكذا وكنعبر هنا من السلسله، حيت عبرت هنا من السلسله. وهنا غادي نعبر من السلسله ما نديش على الضوبه، 51 ها 51 هما راه جاوا مزاكلين، حيت انا ما عبرتهمش في البلاصه الصحيحه، ولكن كندير انا هاد الخدمه هادي كتسلكني. واخا جاوا مزاكلين هنايا راه كنقادهم في الجميع هكا، وكنجيب هاد المسافه اللي بين هاد العلامه مع هاد العلامه، كنجي للنص بحال الا كنقص النص من هنا ونزيدو لهنا ونجي للنص وندوز. ولكن لو كون عبرت من نعبر مثلا من هنا من الثوب ونعاود نعبر من هنا راه غادي يجيوني مقادي. هي زعما راه بحال من حتى الى عبرتي وجاوك مزاكرين راه ماشي ديفو، غير داكشي اللي شاطلك زايد في الجهه الاخرى كتقسمو على النص وتخدم بحال الا كتزيد شويه لهنا وتزيد شويه لهنا. قبل ما نخيط كنجي للدوره هنايا وكندخل سنتيم وكنطراسي من كنطراسي من هاد الإشارة الوسطانية هي هادي من لهنا. هنا كندوز خياطتي وهنا كنخلي سنتيم القيمة د الخياطة حتى كنوصل لهنا، كتبقى ليا هنا واحد جوج سنتيم ولا ثلاثة، وكنخليها محلولة على حساب الجميع ديال الخلف مع الأمام. كنتمنى يستافد الجميع وكنتمنى تدعموا القناة باش نستافدوا منها شوية باش نتشجعوا نبقاو نلوحوا الفيديوهات. اما الا ما كنستافدش منها راه ما غاديش نبقى نتبع، لان الخدمة ديالي احسن ليا من نتبع هاد اليوتيوب. دابا راه مرة كنبغي نلوح هكا، كنبغي نصور كيجيب لي الله، انا كنضيع الوقت في هاد التصوير هذا، اقسم بالله الا كيجيب لي الله كنضيع الوقت في هاد التصوير. دابا كان هاد الخياطه هادي كندوبلها ديال الخلف ديما كندوبلها،
ديال بين الرجلين حتى هي كنزيرها شي شويه، ما كنخليهاش متلوقه عاديه بحال كنزدي. كما نوضو فحالنا اكشن. دابا عاد كنركب هاد الباصة ديال الخلف. ممكن الا بغيت تزدي هذا بوحدو وتزدي هذا بوحدو وتفرقهم، المهم تخلي الرولاج، ولكن انا كيجيني هكذا احسن. حنا دابا وصلنا لهاد التوريته هادي باش نركبو الحزام لا سانتيغ. هاد الطريف هذا فيه جوج سنتيم ونص هكاك، كنطويه وكنعاود نطويه ونعاود نطويه بحال التوريته اللي كندير في الخلف، غير هادي كنخيطها بالماكينه ديريكت، ما كنخيطهاش ونقلبها، كنخدمها مقلوبه نخدمها بالماكينة ديالي. ها هي صافي، وكنطويها نطويها بحال هكا، ندير لها خياطة بريدة. هادي كنديرها في بلاصة الكروشي، فين كنا كنديرو الكروشي، كنديرو الكروشي هنا، دابا كنديرها هي هنا، نبوانتيها بالخياطة مزيان، صافي وكنخدم عليها السنتورة. غنجيب السنتورة ديالي كوراكران، غريغران هادشي اللي عندي. هادي موالمه مع هاد البيج، ولكن ما كافيانيش، السروال فيه 102 في الدوره كامله. غادي ندير هادي ماشي مشكل، المهم راه حاجه مزيانه. كنجي هنا حدا هاد التوريته اللي درت على حساب الصدفه، كندخل واحد جوج سنتيم ولا سنتيم ونص، كنطويه وكنحطها هنا، تبقى لي هنا باش ندير الصدفة حتى نرجع وندوز خياطة هنايا حتى نسالي التركيب. ملي كنوصل للخياطة ديال الجنب اللي كاينة حدا الجيب، كندير واحد البلية، بلية ماشي كبيرة، جوج سنتيم، يعني سنتيم داخل نطوي سنتيم هنايا، واحد جوج سنتيم كنديرها بليا هنايا،
عقود الخياطه ديال الجيب، كندير وحده عقود الخياطه ديال الجيب، وكندير وحده في الخلف، وكندير وحده هنايا عقود الخياطه ديال الجيب. علاش؟ باش ملي كتطوى واخا حتى نسالي وغادي نوصلها وغادي نشرحها لكم. ما كنجيش ونحط السنتوره ديري هنا، عاوتاني غادي ندير وحده، كندير وحده او ندير جوج على حسب حتى الا بغيت نزيد له بغى يزيدو في الصمطه ولا جوج. مثلا غادي ندير وحده من الباصه هنايا للداخل، ندير وحده من الباصه لهاد الجهه، او لا ندير غير وحده ونديرهم كلهم كيشوفوا لهاد الجهه، على حسب باش ملي نقلب الماكينه ونبقى ندوز خياطه هنايا كتجيني سهله في البليه ما كتعنكش. هادي حيت انا باقي حداها كنطويها ونقلب ونجيب خياطة ديالي من هنا. بغيت نخليها ديريكت، بغيت نهرسها بحال هكا غادي نهرسها. هانتو نرجع هنا كندوز خياطه هنا وكندير لها لاريتمو وكنوصل غير هنايا باش نخلي فين تخيط هاد لونغيطا هاد. حتى هي كنديرها صحيحه شويه وندوز على هاد توريتا. هادي راه كتشد حسن من الكروشي وما كتضيعش، ولا طارت صدفه غادي نديرو صدفه، ولكن الا طار الكروشي مشكله. كنجي دابا لهاد الكران اللي درت في هاد لونغيطا هنايا كنقلبها، وهادي كنفتلها باش تعطيني اتساع فين نخدم هاد لونغيطا. هادي كندخلها حيت راني خلي ليها السنتيم ديال الخياطه ديالها. كنجي لهنا هادي كنطويها نطويها وغادي نقطعها مثلثة، نهبط هنايا واحد السنتيم. هنا راه موصلتش هاد القنت هادا، ها دوز ليها خياطة نقراطي هاد القنت هادا وغادي نقلبها. ها هي مقلوبه ومفينيه مقاده. هذه غادي نديرو لها هكا. هاد البليات الدور ديال هاد البليات هو هذا، شفتوا هذه كيفاش محلوله؟ حيت هنا لتحت كيكون محلول على الفوق، يعني باش هذه كتعطيها اتساع وكتجي طايحه. دابا غادي نكملو الصمطه ديالنا هكذا، وغادي ندوزو هنا الخياطه تحت
تحت هاد الحاشيه هاد، ما تجيش الخياطه باينه. هادي طريقه من الطرق ديال خياطه السروال، راه ماشي غير هاد الطريقه اللي كاينه، راه كاينين طرق بزاف، ولكن انا كنرتاح في هادي، وكل واحد فاش كيرتاح. المهم الواحد ما يحشمش مع الكليان ديالو. السروال ديالي هو كملت له الحزام، دابا غادي نجمعو هنا، نجمعو نكملو الكران ديالي. دابا عاد كنكملو اللقطة الأخيرة في الخياطة ديال السروال. كندخلو هنا شوية جهة السلسلة باش نعاودو الخياطة لديك البلاصة. حتى لهنا ساليت السروال ديالي، بقى ليه المصلوح والصدايف والتنبل لتحت. السروال ديالنا ملي كنبغيو نصلحوه. مصادر التفصيل، الدقة والسهولة في عالم الخياطة.
تم تصميم مصاطرنا بعناية فائقة لتوفير دقة استثنائية وسهولة الاستخدام، صنعت من مواد عالية الجودة تضمن لك دقة لا مثيل لها في التفصيل وراحة خلال العمل. احصلوا عليها الآن واستمتعوا بتحقيق أعمال خياطة متقنة ومميزة. شكراً لثقتكم بنا.